إذا للحديث عن مأساة الروهينجا المسلمين بعد 6 سنوات من بداية مأساتهم بعد التهجير إلى بنغلاديش، ينضم إلينا عبر الهاتف من سويسرا رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان في سويسرا عزيز عبد المجيد الأركاني. أستاذ عزيز، مرحبا بكم. 6 سنوات مرت على بداية تهجير الشعب الروهينجي المسلم إلى بنغلاديش. بداية، كيف مرت تلك السنوات العجاف على اللاجئين أستاذ عزيز؟ شكرا لكم على الاستضافة. حياكم الله. نعم، كما ذكرتم أن الآن مرت 6 سنوات على يعني بداية الإبادة الجماعية التي حصلت في عام 2017 في بورما ضد الأقلية الروهينجا في منطقة أراكان في غرب بورما. والآن يعني لو نتكلم عن الجانب المعاناة، كما تعرفون أن اللاجئين عندما خرجوا من ديارهم لم يخرجوا من فوق إرادتهم، وإنما هجروا تحت تعذيب، تحت الحرق والإبادة والقتل والتشريد والاغتصابات. نعم، فألجئوا إلى الخروج من ديارهم وأهليهم، وتركوا كل ما كان يملكون من أموال والأراضي والبيوت، وفوق ذلك تعرضوا للقتل والتشريد والحرق، ولم يتبقى لهم شيء في ديارهم، ولجأوا إلى دولة مجاورة وهي بنغلاديش. نعم. وأتوا إلى منطقة وهي أصلا منطقة فقيرة، يعني بالنظر إلى الموارد الموجودة في تلك المنطقة، وكذلك هذه المنطقة من أقل المناطق في بنغلاديش يعني تطورا من حيث وجود البنية التحتية، وكذلك وجود الموارد الكافية للمعيشة في تلك البقعة. فعندما أتوا ولم يأتي أحد يعني ولم يقم أحد بإسكانهم في مخيمات مجهزة، وإنما اختاروا شعاب ورؤوس الجبال والتلال والغابات والأحراش، واختاروا يعني من ما هو متوفر في تلك البيئة القاسية من مواد البناء الهشة مثل السيقان البامبو وكذلك الأعشاش، وبنوا من يعني من خلال تلك المواد يعني قيلت أنها مخيمات، وإنما في الحقيقة هي أعشاش لا تصلح لإقامة البشر. وعلى هذا جاءت المنظمات الدولية في البداية قدمت لهم مساعدات إنسانية من خلال المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وكذلك منظمة الغذاء الدولي وغير ذلك من المنظمات الإنسانية. وكان هناك اهتمام في البداية، ثم وأعانوا في تلك البقعة من قلة الغذاء وقلة العلاج، وتفشت في وسطهم الأمراض. وفوق ذلك أن المواد التي استخدمت في بناء تلك المخيمات كانت مواد سريعة الاشتعال، لذلك تعرضت تلك المخيمات لحوادث كثيرة من الحرائق وماتوا من جراء ذلك، ثم عانوا معاناة. فإلى يومنا هذا هؤلاء يعني يعيشون معاناة تلو المعاناة، فليست هناك يعني أي أفق للحل. فلذلك يعني لو نتكلم عن معاناة إنسانية، معاناة إنسانية كبيرة، كما ذكرتم في تقريركم الآن تلك المنظمات التي كانت تقدم لهم المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، فهي الآن يعني هي الأخرى يعني لجأت إلى تقليص تلك المساعدات الإنسانية للأفراد، بحجة أن لم تعد هناك الأموال كافية لتغطية النفقات المترتبة لإعالة هذه الأعداد الهائلة من الناس الذين يعني اختاروا البقاء على طرف الحدود في بنغلاديش. فلذلك المعاناة هي يعني مستمرة، لا توجد هناك أي أفق للحل سواء من الناحية السياسية وحتى من الناحية الإنسانية. فلذلك لو نتكلم تحت هذا البند، القضية يعني القصة ستطول، ولكن هي معاناة فوق معاناة. أستاذ عزيز، ما يعضد كلامكم هو تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، حيث يعني كشفت في شكل واضح عن فظائع يعيشها اللاجئون الروهينجيون. ولكن السؤال المطروح هنا، بعد كل هذه التقارير التي تفضلتم بها، هل هناك تحول الرأي العام العالمي في ظل هذه التقارير، وبالتالي يتبنى الرأي العام العالمي قضية الروهينجا؟
نعم هي منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها يعني من المنظمات الحقوقية الإنسانية يعني تسلط الضوء على هذه القضية من وقت لآخر. هي تلك المنظمات القليلة هي الوحيدة في الساحة الآن تسلط الضوء، لأن القضية الروهنجية أو قضية اللاجئين الروهنجية هي قضية شبه منسية الآن، لأن المشكلة الآن الروهينجا أو قضية الروهينجا الآن تحيطها يعني صراع جيوسياسي كبير، هناك صراع بين الأقوياء بين الأطراف الدولية، هناك قضايا أكبر من الروهينجا من قضية الروهينجا نفسها، فلذلك المجتمع الدولي يعني لم يولي الاهتمام الكبير من خلال إثارة القضية من قبل منظمة هيومن رايتس وغيرها من المنظمات الإنسانية، لأن تعرفون أن القضية الروهنجية الآن أصبحت هي مغطاة بقضية بورما نفسها، يعني الآن بورما نفسها هي أصبحت الآن قضية بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 2021. نعم. فلذلك الآن يعني نجد أن المجتمع الدولي لا يتكلم كثير عن القضية الروهنجية، وإنما فقط يعني يتناول جانب الديمقراطية أو لما حصل في بورما خلال الثلاث أو سنتين الماضيتين وخلاف ذلك من القضايا، والقضية الروهنجية ضمن هذه المنظومة. فلذلك يعني إثارة القضية من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش أو غيرها من المنظمات الإنسانية تأثيرها على المجتمع الدولي محدود، وحتى إذا وجد هناك أطراف دولية لا يعني لا تريد أن يعني تصل هذه القضية إلى لب الموضوع نفسه. أستاذ عزيز، على ذكر المجتمع الدولي، هناك اعتراف أممي بالانتهاكات ضد الروهينجا، ولكن هل ترى أن مواقف المنظمات الدولية تجاه انتهاكات سلطات ميانمار سيوقف هذه الانتهاكات في الفترة القادمة؟ نعم، كما ذكرتم يعني كما ذكرت سابقا يعني الآن يعني هناك اعتراف أممي صحيح نعم، ولكن يعني وصول القضية الروهنجية إلى القرار الدولي أصبح من الصعب بمكان. لماذا؟ أن هناك دول قوية يعني الآن تريد يعني أن تحتوي هذه المنطقة وهذه القضية ولها مصالح قوية، منها على سبيل المثال يعني الصين. الصين هي الآن اللاعب الأساسي في المنطقة، فهي أولا الآن القضية الروهنجية الآن أصبحت يعني بين دولتين، هي بورما وبنغلاديش كقضية اللاجئين، وهذه هاتين الدولتين يعني واقعتان الآن تحت تأثير الجيوسياسي الصيني، وكذلك يعني هناك المصالح الاقتصادية للصين في هاتين الدولتين سواء في بنغلاديش أو بورما، بل منطقة أراكان نفسها الآن في صلب اهتمامات الاقتصاد الصيني. فلذلك الصين لا تريد أن تصل القضية الروهنجية إلى المنصات الدولية، وهي تحاول يعني لملمت القضية وفقا لأطروحاتها ولمصالحها سواء بإقناع البنغلاديش أو يعني بإقناع بورما، لكن في حقيقة الأمر بورما لديها يعني رأي واضح في القضية، أن الحكومة البورمية عندما أقدمت على إخراج الروهينجا من وطنهم في أراكان يعني قامت بخطط مدروسة، وهي يعني أقدمت على هذه الخطوة لعدم استرجاع الروهينجا مجددا، فلذلك أصبحت القضية برمتها ولعوبة بيد بورما، ومن جهة أخرى هي يعني تأثير الصين على بنغلاديش وبورما. ولذلك الآن لا نجد أي أفق واضح لحل هذه القضية. من سويسرا رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان في سويسرا عزيز عبد المجيد الأركاني، شكرا جزيلا لكم.